تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا هنا على مستوى البث المباشر. وحقيقة يعني الصوت فيه بح، ولكن حتى وإن بحت الأصوات لا صوت يعلو فوق صوت الوطن وفوق صوت جماهير البلد. على أي حال الصوت إذا عندكم واضح قولوا لنا واضح. الصوت لو عندكم واضح يا ريت الناس تورينا. طيب لو الصوت عندكم واضح يا ريت الناس تورينا إنه الصوت واضح كويس بسرعة. يا ريت الناس لو عندها الصوت واضح توضح لنا، تقول لنا والله الصوت واضح. هي ما دي فرفشة. صباح الخير، منكم غير حاصل؟ شنو عيان؟ والله عيان يا أستاذة أمل، والله كويس، والله عيان كويس. وحقيقة يعني في بعض الناس بيضرب يقول لك يا أخي ليه يا أخي، يعني أنت عيان ذات ويقول لك يا أخي اطلع علينا لايف. كويس كويس، لما الواحد يتوفى بعد ذاك اسمع مودين المغابر يجوا يقول لي على الاقل يقول كلمه اخيره. عمر المهلهل، انت عمر الاسم ده ما قتلتني بيه ما بترتاح صح؟ والله انت ما قتلتني بالاسم ده اصل قلبك ده بيبرد لك. يا شباب لايك شير يا جماعه، لايك شير، كتروا معانا اللايك لانه اللايك بيحمي اللايف، الشير بيحمي اللايف. اي زول يعمل معانا لايك يعمل معانا شير بسرعه بسرعه شباب بسرعه شباب. اي زول منكم بس لو عمل لايك بس كفايه، اي زول منكم لو عمل لايك كفايه، اي زول لو عمل مشاركه كفايه، اي زول لو عمل ملصق كفايه. تعالوا دايرين نفرفش رياضيا كده، نتونس شويه في الرياضه كويس، اللي هي المهنه بتاعه التعليق الرياضي. نبدا من وين ونمشي؟ زمان انا كنت قاعد اقول افريقيا قاره وافاتاراتها خمس، كنت بقول الاخضر باللومي عبيدي بيليه، وكنت بذكر معاهم مع عبيدي بيليه كنت خلانا بقيت انسى يا اخ، والله بقيت انسى، والله بقيت انسى، اول مرة انسى كويس. الاخضر باللومي عبيدي بيليه وجورجوية ورشيد ياكيني، خلاص اضف الى ذلك رابح ماجر كويس. دي افريقيا، عشان ما يجيني واحد ناط يقول لي خوفوك بقيت تقول في الكوره. قبل ما تقول الكلام ده ارجع اليوتيوب سنه 2008 وتلقى لي انا مشارك في برنامج رياضي سنه 2008، عشان ما تجي ناط سايس وانت تكون ما عارف اي حاجه تجي ساي، فهمت كويس؟ وقال لك منو ذات وذات قال لك منو، انا اسي مستمر في اللايفات الرياضيه تاني، يمكن احتمال دي فرفشه ساي عملتها. شباب لايك شير، يقول سلامتك بعد الشر عليك يا سلام، شكرا يا طيب. والله يا جماعه الكلام الطيب اجمل منه ما في، والله وبالله. يلا انا بفتح لكم السؤال الاسئله، اي زول عنده سؤال رياضي يخطه كويس، اي زول عنده سؤال انا بعين داير اشوف هل الصوت واضح. شباب مشاركه مشاركه يا جماعه، المشاركه اسفل الفيديو كويس، اسفل الفيديو. اي والله يا احمد، اي والله، والله منتخب مصر مؤدي اداء عالي، والله والله مؤدي اداء عالي كويس، حتى في التكنيك الحركي بتاعه انا عاجبني جدا كويس في الاولمبياد دي. وبعدين انت جيت من وين انت صاحي من وين انت؟ بسم الله الرحمن الرحيم كويس، 200 قاعد تصحى بدري كده زاد. اي زول يا جماعه يعمل معانا مشاركه. طيب زي ما اقول اللهم امين محمد صالح، اللهم امين صلاح ادريس، كلكم اللهم امين، شكرا لكم كويس. في زمان في يوفنتوس مش قالوا سموه السيد العجوز صح؟ اول ما يذكروا لك كلمه يوفنتوس انت بتسمع السيد العجوز، ليه سموه السيد العجوز؟ في ناس قالوا لانه بيمشي زي الرجل العجوز في الاناقه في المشي في الرزانه، لكن ديل بييرو في الكتاب بتاعه هو اليساندرو ديل بييرو قال انه كان في امراه عجوز بتبيع لهم سكريم وعصاير جنب النادي، فوفاء لها سموه السيد العجوز كويس، سموه السيد العجوز. وبيقول دايما ديل بييرو بيثني عليها، حتى في كتابه ذكر الكلام ده كويس. مرحب ركشة، الله يخليك، مرحب بكم والله. غايت وانا لغايه ابقى كويس ده والله شكلي الا اتوفى يا اخي، قدر ما حاولت ابقى كويس ما قدرت ابقى كويس، ما عارف غايته الحل شنو. كويس
الناس يا جماعه تعمل معانا لايك شير كده كده، من احنا مواصلين في المعلومات. هنخش معلومات افريقيه، رياضيه، عربيه، هنا رياضيه، بس اعملوا معانا لايك شير، اعملوا معانا لايك شير يا جماعه. اسبانيا مع الجيل الجديد ده. احمد محمد اسمح لي، اسمح لي اقول لك انه اسبانيا لاقي اعلام اكثر من الحد، اسمح لي معلش، قد اختلفوا معايا الكثيرين في الكلام ده، لكن اسمح لي. الناس ديل صراحه الفيفا كتلت الدوري الايطالي وجات رفعت الدوري الاسباني باسباب وبشغل معين، انت قد تقول لي مالكين ديل ابطال يشيلوا الابطال طوالي. طيب بنفس الطريقه دي تم اقصاء يوفنتوس والميلان والانتر ابعدهم عن المباريات اللي ممكن توصلهم للنهائي، وبطريقه ذكيه جدا جدا. وما في سبب بيخلي ميشيل بلاتيني، ما في سبب بيخلي الرئيس بتاع الفيفا جوزيف سيبلاتر ما يسلم الطليان كاس العالم. ما ممكن يسلمهم رئيس الاتحاد الاوروبي 2006. يعني كل الهيصه والهيلمانه انه والله كنافارو هو شال جائزه افضل مدافع وافضل لاعب في كاس العالم وكده عشان ماشي ريال مدريد، ده كان كله تلميع. نفس ما حصل لزيدان، نفس ما حصل له 2003 لما شال جائزه افضل لاعب في العالم، دي براءه ودي براءه برضه، بعديها جه الريال. فعشان كده انا بقول لك الشغلانيه فيها الف ان ثم ان ثم ان. جماعه اعملوا معي شير يا اخواننا. هل هنالك دور فعال للخريجين التربيه الرياضيه؟ يلا يا ركش الجعلي، الاشكاليه في انه ما في استفاده منه الكادر الوطني، ما في استفاده منه، ما في تاهيل وبعثات خارجيه تخلي الزول البرة يستفيد، ما في. خلاص الزول البرة عشان يستفيد وعشان يقرا وعشان يطلع وعشان يقدم، ما في طريقه خلاص، ويزيد من خبرته خلاص، ما في الكلام ده، بل انه بس بيكون قاعد يتبع الاجيال السابقه، انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثار مهتدون، بس امشي، بس امشي على دور دين. دي من الحياه اللي دمرت الكوره في السودان، كويس، من الحاجات اللي دمرت الكوره في السودان. وانا والله انا ذاتي احمد الضيده كويس، والله اقول لك حاجه، والله الوزير اللي جابوه صغيروني ده، والله انا واحد من الناس اتكيفت للحاجه دي، انا ذاتي حتى لو اختلفت معه برضه كويس، شايف في ناس بين بين، لكن والله كويس انه جابوا لنا شاب كويس. وزارة اسمها هي وزارة الشباب والرياضة، هي اسمها وزارة الشباب والرياضة، تجيب لي زول عمره 60 سنة؟ اسمها وزارة الشباب والرياضة، تجيب لي زول عمره 60 سنة؟ يعني هسه كان عملوا مجلس الشيوخ في السودان يجيبوني انا احمد الضي عمري 31 سنة؟ تجي؟ ما بتجي، والله ما بتجي. ما ممكن انت يكون عندك وزارة الشباب والرياضة كويس وبعد ده يعني تجيب لنا زول عمره 90 سنة، ما منطقي يا أخي الكلام ده، ما منطقي كويس. طيب ربنا يحفظك من كل شر حبيبنا، الله يحييك عباس يا أخي، شكرا كريما. ليلى الأسئلة دي شكلها كده غير هتكون قوية. أيوة نعم، لعب قبل اليوم يا عمار إسماعيل، لعب كويس، لعب لعب كثير في مباريات كثيرة جدا. ركشة يمكن جاوبنا على السؤال كثير او جاوبنا عليه بشكل شافي، لكن يا جماعه شيراتكم ولايكاتكم ما عجباني ابا، عشان الحجه ما تجي سكاني بعد شويه بالكمشه، وانا لاني ما جاهز لاي عمليه بتاعت خبطه بتاعت كمشه. خلوني اطلع اتكلم برا هاي، لانه زي سمعت في حركه هاي بتاع قوات اجنبيه جايه. القوات الأجنبية دي ده غير القوات اللي هناك. طيب لحظة من فضلكم، تعالي نقوم، حتى القومة والقعدة بدأت تغلبنا، حتى القوم يا جماعة الناس اللي بيتصلوا علي يقول لي يا أحمد الضي دارين نساعدك بقروش للعلاج، دارين نساعدك بأي حاجة للعلاج. يا إخواننا أنا ما هماني نفسي الآن، انا هاميني انه تساعدوا الشباب المستقل عموما، الشباب المستقل عموما كويس، الشباب المستقل عموما. انا ده اللي بيعجبني او ده اللي بيكيفني، الزول اللي بيقول داير انه يدعم الشباب. طيب تضحك مالك يا عباس، كويس انا اي والله كلامي صح،
المنتخب السوداني يا جماعه زمان كان فيه حارس اسمه سبي الدودو، ده كان بيلقبوه بالنسر الاسود او الصقر الاسود، كانوا بيلقبوه بكده. سبي الدودو ده كان صعب تجيب فيه هيد ولا شوطه، والله اي نصيبه تحاول. يلا مسمينه على ليفياشين اللي كان لاعب في سان بطرسبرغ الروسي، وانتهت يعني هنا لعب له 900 مباراه يا اخي، داخل في مرماه 70 هدف ولا كم، ما عارف يا اخي معقوله يا اخي؟ ده ما زول، لا يا اخي ده ما زول كله. ليفياشين ده كانوا بيلقبوه بس بالدودو، لاعب ممتاز وكده خلاص، وزول ما ساهل خلاص وكده. ف يوم من الايام في لاعب اسمه برعي احمد بشير، عليكم الله يا جماعه اقرا يا اخوان، ارجع لسيره ورا والله حلوه. برعي احمد بشير ده كان لاعب محبوب ايضا بقوه خلاص، يوم جات كوره عكسيه من ركنيه الزول ده نطلعها زي هدف سيف مساوي في نصراوي يونايتد يوم الجمعه 20/4/2007، الهدف اللي قرب يقتلني انا شخصيا. والله اليوم ده كان الفرحه دي قتلتنا، والله والله مساوي ده اليوم ده الشعب السوداني ده دعا عليه بالخير كثر الدعاء، لو هو عارفه لاستكثر من الاهداف الزي دي كويس. فليفياشين ده بتاع السودان اللي هو سبي الدودو ده قاعد زي ده، جات الركنيه بري احمد بشير نط بقوه دق الكوره هيد دخلت جول في سبي الدودو، العالم كله تحير والملعب ذاته ذهل، كيف الكره دي جات جول؟ كيف دخلت في مرمى ليفياشين افريقيا اللي هو سبي الدودو؟ كيف جابها؟ فما كان من سبي الدودو الا وجاري من هناك، وبرعي احمد بشير جاري عليه وقبل راسه مباشره كويس، وقال له تستاهل لانك انت نجم يا برعي احمد بشير، وبرعي قبل راس سبي الدودو قال له تستاهل لانك حارس كبير تستاهل الاحترام. دي كرة القدم يا جماعة، يا اخواننا دي كرة القدم. طلق مرته عشان الكورة، خاصم اخوه وقاطعه عشان الكورة، طرد ابوه ولا هو ابوه طرده من البيت عشان الكورة، دي كلها دي الناس عندهم امراض نفسية قاعدين يسقطوه على كرة القدم. كرة القدم محبة وئام تسامح ويدات، ما القصة ما قصة بتاع الصراعات وكراهية ابدا، ما تخربوا لينا عليكم الله. فبقولوا كرة القدم الصينيون اكتشفوها وسكان السودان في البراري اول من لعبوها، والبرازيليون اتقنوها، والانجليز نظموها، لانه فعلا الانجليز اول ناس صنعوا الاتحاد بتاع كرة القدم، أول ناس أسسوا في العام 1507 في العام 1507 كويس. وطبعا يا جماعة في ناس كتار تقول لي تاخد تجيب التواريخ دي، أنا بحب التاريخ جدا بالمناسبة، فهمت؟ لو ما مشيت على التعليق فعلا كنت حكون أستاذ تاريخ، التاريخ ده مادة حلوة خلاص، كنت بشرحه للزملاء دائما في الفصل، لكل الإخوة الزملاء كنت بشرحه لهم دائما، التاريخ ده حاجة حلوة يا أخو جميلة. أنت أي زول عنده سؤال الرياضي ممكن برضه شباب لايك شير يا جماعة كده، قبل ما نواصل في الاجابه على اسئلتكم، اي زول يعمل معانا لايك، اي زول يعمل معانا لايك، اللايك اسفل الفيديو يا جماعه تحت، الشير اسفل الفيديو تحت، سريع يا شباب لايك شير. لا الواحد يحاول يتمشى شويه، يتوفى في لايف. كويس، اعملوا معانا لايك، اعملوا معانا شير، الشير اسفل الفيديو، اللايك اسفل الفيديو تحت، بعدك بنستقبل. قال واصل في الاعلام الرياضي لانه السياسه دي بتمرضك، والله والله شنو نفسياتك حلوه الليله، نفسياتك حلوه عديل ولا شنو عليك، الله انسى السياسه عشان صحتك. الله شكرا لك يا ركش الجعلي، تعرف لو الكلام بتاعك ده وصل عليكم السلام ورحمه الله، لو الحجة سمعت كلامك ده، أمي لو سمعت كلامك ده الليلة بتكافئك مكافأة عظيمة والله. لا. يا صديقي، ناس كتار يقول لك أنت يا أحمد أنت خفت، وأنت يا أخي من ملكت مالك ما هاجمت عبد الرحيم دقله ولا محمد حمدان دقله حميتي، أنت خفت وأنت هرشوك، وبكون قاعد راقد في المكيف يحضر في لايفك ولا بكلف نفسه أساسا يسوي حاجة، أساسا راقد ومتشنجل ودار الرجال يتكلموا له، هو أصلا من الرجال اللي بيتكلموا، ولا عمره بس ورا الرجال، بس عمره ما بكون عنده حاجة يتقدم بها، هو ما بكون عارف إنه هل أنت مضغوط على والدك ووالدتك ولا لا، وما بكون عارف الكلام ده، وما بكون عارف انه هل ضاغطين على اخوك ولا اسرتك ولا لا، وما بكون عارف الكلام ده، هو ما بكون عارف انه انت حاصل عليك شنو، ما بكون عارف ولا ولا ولا، همه بس انه داير يحضر اللايف ده ويمشي، بس بيكون ده همه كويس. بعدين ما في السياسه زول ما منه يمرق بهايم،
كويس، دي حاجة أوريك ليها. ما في زول من السياسة يمرق كده بيهاجم، ما في السياسة ما بطريقتك دي، يعني ما بطريقتهم دي. لكن أنا أحترم كلامك جدا، كويس أحترم كلامك جدا، كلامك ممتاز. شير يا شباب لللايف قبل ما يقطع، شير كويس. سألوا، أديكم مثل بسيط، سألوا زين الدين زيدان. زين الدين زيدان مولود في 1972. 1972 حصل فيها شنو يا جماعة؟ حصل فيها شنو؟ اتولد فيها منو في السودان؟ اتولد فيها زول عبقري جدا جدا، والله لو ما عرفتوه حقه اقسم بالله الواحد حقه انا استخدم تاني الطوب، حقه اسوي له طوبه في كل لايف او مجموعه من الطوب. ما ممكن يا اخي. اتولد منو في السودان؟ اتولد الشيخ محمد السيد حاج ابراهيم عليه رحمه الله. كويس، ده في العام 1972. طيب، واتولد زين الدين زيدان. كويس، زين الدين زيدان مولود في 72. سأله سؤال، قال لها زين الدين، قالها في مؤتمر، من افضل لاعب في العالم في رايك؟ قال من افضل مهاجم في العالم في رايك؟ قال رونالدو البرازيلي. شباب شيراتكم ضعيفه يا جماعه، يا اخي شيراتكم ضعيفه شديد يا اخي. شير شير ولايك يا جماعه، شير ولايك. انتوا يوم واحد سمعتوا لكم شير كتل زول؟ يوم واحد سمعتوا لكم لايك كتل زول؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شير لايك، وما اوريكم ابدا الليله الباقي القصه الا اي زول يعمل شير. ليه ما نهايه الليله تل الليل. والله انا غايته بتكلم وما بعيد اقع اسنامك قاعد اتكلم، لكن بتكلم. شير لايك يا اخوان، نو وو شير لايك. فسالوا زين الدين زيدان، اها الناس تواصل في اللايك والشير يا جماعه. وصلتوا ولا لسه؟ وصلتوا ولا لسه؟ الشير اسفل الفيديو، اللايك اسفل الفيديو. اعمل معانا مشاركة. فقاموا سألوه، قال له يا اخي منو افضل مهاجم في العالم؟ فقال رونالدو البرازيلي. سلام يا اخي، يا اخي رونالدو البرازيلي ده لما نذكره يا اخي، انا يا اخي شفت الزول العطشان، الزول شفته العطشان، شفته زي في الصيام ويجي يشرب مويه، المويه دي تتخلل المسامات وتنساب في الشرايين وفي الجسم. والله وبالله لو نذكر رونالدو البرازيلي انا بجيني زي الاحساس زي. قالوا له من افضل مهاجم في العالم؟ قال رونالدو البرازيلي. قالوا له ايش معنى؟ قال لانه مره من مالديني. قال لهم لانه مره من مالديني، زول مره من مالديني. قال لهم انا بعتبره ده الافضل. زانيتي، خافير زانيتي بيلعب الباص الطويل، من افضل الناس اللي بيركلوا الباص الطويل. طبعا من دكساتنا بنقول نحن ضربه مرمى وضربه جزاء، ركله ركله، الركل بالرجل، الضرب باليد. كويس، ف بيلعب له الكوره باص طويل، بيركل الكوره هناك بيديه الباص، هو بيمسكها كده ديلك بيقلعها منه. فبين الشوطين يتنفر فيه وقال له انا كل ما العب لك ما بتستفيد من الكوره اللي بلعبها لك. قال له انت شايف اللي قدامي منه؟ مكان الديربي انتر ميلان الاثنين، انت قال له شايفه؟ شايف مع قدامي منه؟ واذا كان بيجي هنا انيستا وبيجي مالديني، ديرني انا كيف يعني؟ كيف يعني ديرني امسك الكوره ويجيب جون؟ كويس، هو يمسك الكوره زاد مشكله، خليك من انه يجيب جون ولا يجيب فاول ولا يجيب هنا، هي ذاتها هي دي مشكله بحد ذاتها. كويس، انت زايغ من الوالده، انت مالك يا جعلي يا اخي، مالك يا اخي، اكتم الموضوع ده، ليش ده يا اخي؟ عمر المهلل يا جماعه، الزول ده بيثير في نشجون. يا الله يا اخي، انا اسم المهلل ده يا اخ، كويس للمره البليار قلت لك يا اخي، انا اسمك ده، انا مسلسل الزير سالم ده في السنه قاعد احضره 80 مره، وعندي له كتاب مسلسل الزير سالم، واطلعت على حاجات كثيره جدا منه. كويس، قريت الكثير منه. كويس، في مسلسل الزير سالم، ان في الصدر من كليب شجونا هجيسات نكأنا منها الجراحه، امبارح ذكرنا الكلام ده. يا اخي عليك الله يسيب المهلهل ده، بلاو ما توغل في الكراع هجينهم، هلهلت اسال مالكا او سنبلا بهذا سموه. يقال انه سموه زير سالم لانه بيشرب الخمر كثير، اخو سماه زير الخمر، وفي روايه زير النساء، وفي نفس الوقت قالوا لهلهله الشعر بتاعه، وفي روايه بيقولوا من يعني اللي هو وجهه كان جميل، فمن من من يعني يقول لك متهلل الوجه كده. كويس، طيب دراما كرويه من احمد الضي، احمد الضي مسكين. ايوه نعم، مالديني ايطاليا صديقي، مالديني ايطاليا. احمد عامر السائل منو قبله؟
مالديني ايطالي، ايطالي كويس، وابوه الشيزري مالديني، ابوه الشيزري مالديني، وابوه شال اول كابتن لايطاليا شال دوري ابطال اوروبا، والكلام ده كان في العام 1963. والعام 1963 ده السودان خسر فيه كاس امم افريقيا امام غانا ب3 اهداف دون مقابل، وجو كانوا معنوياتهم محبطه، لكن استقبلتهم الجماهير في المطار استقبال الفاتحين والابطال، واستقبلوهم ورحبوا بهم ورفعوا من معنوياتهم، وحتى استضافوهم في الاذاعه وقال لهم تطلبوا يا تغنيه، قالوا عشره الايام وشغلوها ليهم، وكان التاريخ السودان. فال 1963 الميلان كان شارب ابطال اوروبا لاول مره في تاريخه، واول مره الكابتن كان شيزري مالديني اللي هو والد باولو مالديني. كويس. طيب الله يفضل رياضي يا جماعه، الله يفضل رياضي يا اخواننا. النوع اللي بتلي بساي هاي مسلسل الزير سالم، اي والله مسلسل الزير سالم، انت اين انت يا حمام؟ حمام هسه بنقلب الزير سالم، قم ايها الضب الكسول. يا الله يا زلمه ده، والله العظيم زي سالم زول ما جاد دي كله كله، النهايه لما قام قام خلاص خرب الوطن كله كله، جات الوطن كله كله. والله عامل زي قال واحد من الناس، قال خط بيحسب في قروش، وقالوا في واحد داير يختف منه القروش، فداير يضربه قال بسيخه ولا بحاجه، فاداه السيخه قال هنا، فهمت؟ فقال ده مسكه كده وواصل بيحسب في قروشه، فقال ده كله قام جاري منه، لانه ده وضع ما طبيعي. كويس. فعلى نفس الشاكله وتلك، ويا شباب انا والله قد اكفل الله في اي لحظه، عشان كده اللي عنده سؤال يساله سريع، يساله سريع كويس، واللي عنده كلام داير يقوله يقوله سريع. لكن قبل ده اي زول يا جماعه داير منكم شير، اعمل معي شير، المشاركه بتلقاها عين تحت مكتوبه تحت مشاركه، شوف لاحظ لاحظ لاحظي داخل السودان وخارج السودان، وانتوا كمان المغتربين دي حقوا اي واحد يشارك 64 مشاركه. لانكم ناس قاعدين كويس، يعني ناس النت بتاعكم احسن من ناس هنا. كل الحب والاعزاز والتقدير. المشاركه اسفل الفيديو تحت كويس، بتلقاها على يدك اليمين عين لها تحت، دوس عليها بتظهر جروباتك، دوس على اي جروب بسرعه. عادي واللايف بيكون شغال كويس، زايد لايك اللايك زيد ليه. احمد محمد الامين الفكي بقول لكم شير شير، شكرا لك يا اخي، وراك شجاع اللي بيقول شير 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 بيقول لك كم مره لكم التحيه. ف ف ف فالناس تعمل شير يا جماعه، تعمل لايك، تعمل ملصقات بسرعه يا شباب بسرعه. والعمل كده يا ريت يدينا تمه، وكده دايرين ندخل مكالمات، كده نحاول ندخل مكالمات كويس. الداير الداير يدخل يا جماعه مكالمه، اكتب لنا تعليق يقول انا. طيب الزير سالم كان بيلعب وين؟ شوف الزول، شوف خالد ده عليك الله، انت يا خالد لا يا زول مالك؟ يا والله زيغ من شنو؟ انا ما اعرف سؤالك ده معناه شنو، زيغ من شنو؟ الله يفضل رياضي، رياضي. لو انت سالت سؤال سياسي يعني والله ما شفت سؤالك السياسي ذاته حتى ان سالته. كويس الله يفضل رياضي، حبيت افرفش، انا مهنتي معلق رياضي بالمناسبه لعلمك يعني، فهمت؟ مصيري حاعود ليها، فهمت؟ النقطه دي الناس عارفينها يعني، يمكن انت بس قد تكون جديده عليك يعني. طيب حاضر يا جعلي، حاضر حاضر، وانا بكتب لك ده رقمي حبا وكرامه ليك، بس ما تقول لي اغنيتكم ديك، اوعى اوعى تقول لي اغنيتكم ديك بتاعت المتمه ديك، القرن قال داير يشرب فيها قهوه ندمته عليه اليوم القال ديك، اوعى. كويس. طيب الناس تزيد الشير يا جماعه، الناس تزيد اللايك تزيد الشير. صباح رباح يا ودود. اوه طيب مرحبا طيب عمر، صباح رباح اللي يتذكرها منين يا جماعه؟ نحن نشوفها صغار الوكيل ده، يا الله سلامتك بعد الشر عليك، الله يسلمكم يا اخي كتر خيركم يا اخي، مسهرين والله صايم بدري، والله ما معروف يا البلد دي بقت اي حي فيها ممكن، يا ريت تجي بعد اللايف ان شاء الله باذن الله. حاضر الامه دي كلها دايره يعني خاص بعد الاثنين. ام عبد الحميد مرحبا كويس، هوي معلومنا سلمى تمه، هوي حساب تجاري الاساليهم منو؟ قلنا ما تقولوا الوالد والوالده معلوم يا خالد صديق كويس، ما في زول اسال تمه هوي كويس. طيب يا جماعه اي زول يعمل، اي زول يا جماعه يعمل معانا يا اخواننا كذب المناسبه،
انتوا مالكم ما دارين تشاركوا كده بالمناسبة، صحيح مالكم ما دارين تشاركوا في موضوع الخدمة بتاعت انه نبني او نفتح المجاري دي؟ ليه ما دارين تساعدوا اخوانكم واصدقائكم في الموضوع ده؟ ليه نحن دارين اكبر كمية ممكن نقدر نساعد بها الناس؟ ليه انا داير راجل يعني يتصل، يا خالد الصديق انا داير راجل يتصل يقول لي يا احمد الضي انا علي 10 قلاب بتاع تراب، حق 10 قلاب، القلاب لو ب 20 انا علي 10، داير زول يقول لي انا علي قلاب واحد ب 20، داير زول يقول لي انا علي خيمه للناس المساكين دي لسه ديل تجاهل السيول بيجي ترمي. شوف الفاوة الان ما منطقه منكوبه، شوف القضارف، شوف المناطق، شوف السودان كويس، انظر الى حالهم الان، شوفوا مشتتين كيف وهايمين كويس. طيب شوفوا الناس الان حصل فيهم شنو. يا شباب لو نحن يا اخواننا، هو الكلام ده الحق ابلج والباطل لجلج، الحق ابلج والباطل لجلج كويس. الناس تساعد في الموضوع ده، ده الرقم انا خطيته. بعد ما انك تشارك في تاخد الرقم بتاعك، اول حاجه اول ما خطيت الرقم بتاعك مباشره اتواصل معي في الخاص او في الجروب ذاته، نحن طوالي بنضيفك للجروب كويس مباشره، وتعلن تبرعك ومساهمتك بشنو قال قدام. والله انا شخصيا معك، ما يكون وانا سسايا حساب تجاري، كثير بيقولوا كده لكن لما تيجي وقت الحاجه لهم بيختلفوا. وقت ما تيجي كده لايك يا جماعه، عايز لايك 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 كده. اللايف ده يا جماعه بيتعرض لهجوم، قاعد يتقطع. لايك كده، لايك لايك لايك، زول ده حظيره يا جماعه. لايك طيب تمام، قالت اسمي مروة وقدر كلمتي. تمام احنا يا جماعة ده الحساب فاتح كويس. ولاية النيل الابيض ما قاعد يتحدث عنها كثير بالرغم مليانة فساد وحرامية، الوالي اكبر مراوغ واهلك كلهم جيراني. جيراني انت قاعد وين يا خالد الصديق؟ هوي انت قاعد وين يا زول في النيل الابيض؟ هوي وبعدين مالكم على النيل الابيض يا زول؟ انت النيل الابيض دي لازم نسابتي واهلي بعتزبيهم جدا كويس، في ربك كويس بعتزبيهم جدا، نعم الاهل ونعم الخؤولة والعمومة كويس، ويعني متزوج انا من هناك من الانسباء ديل، من انسبائي يعني عرفتهم. انت وين في ربك؟ وين في النيل الابيض؟ كويس. الكرة السودانية قديمة يا عماد، او اول ناس لعبوا، هو بيسأل متى تأسست الكرة السودانية، هي قديمة كويس صحيح. 1957 كان تأسيس الاتحاد، وحتى الفكرة بتاعته جاءت من عبد الحليم محمد. عبد الحليم محمد ده بيبقى لمحمد احمد المحجوب خاله طوالي، وما اكتفى بكده، اسس الاتحاد السوداني لكرة القدم والاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد العربي، بالاضافة لانه كان له لمسات واضحة في القوانين وتعديل في الدستور الرياضي ذاته بالمناسبة كويس. الكرة السودانية منذ 1837 39 كان الناس بيلعبوا بها بالمناسبة لعلمكم كويس، لكن ما كانت بصورة دي ولا بهيئة دي نهائي كويس. والله إلا كان نعم الله الصامت أنا ما عارف، والله إنا إلا كان نعم الله الصامت أنا ما عارف. يا إخوانا كده كلمة رجال وكلمة نساء، بعد اللايف ده أنا باخد رقمي وبثبته، ده الرقم كويس، وفي ناس كتار كيسينه يعني من الشباب، ده الرقم كتبته وثبته. هل اي زول فيكم الان جاهز بعد اللايف ده كويس، هل اي زول جاهز بعد اللايف ده يرسل ولو جنيه خدمة لموضوع الخريف، لدفن الآبار، لدفن لإحياء المجاري ولحرق الأوساخ، ولانه نزيل الاوساخ حندخل جوه الانفاق دي ونمرق الاوساخ، وحنجيب جريدرات عشان نشيل التراب، وحنشيل الكوش دي برا، وحنتعب التعب ده كله، وانا بيع يا ايدي حتلقاني قدام، ما بتلقاني ورا ابدا، ما بقول لك الحاجه وبدي استوي منها.
هل اي زول جاهز يا جماعه؟ انتوا اللي بتشاهدوا بس، انتوا جاهزين؟ الناس اللي بيمر عليهم اللايف ده في صفحات تانيه اللي هو الرقم 0956 72985. كويس، وتضي كل الحب، ابشر معك ان شاء الله. يا سلام يا اخ، شكرا لك يا محمد يا اخ، شكرا على كلامك. لا يا جماعه، في ناس كلامهم بيلمس القلب مباشره، والله 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 في ناس كلامهم بيلمس القلب مباشره. كويس، ها قلت شنو يا جماعه؟ هل جاهزين معي انتوا؟ عليكم السلام، حييتم يا شباب، حياكم الغمام. ها كيف يا مصطفى؟ كيف تمام؟ والله شغال لي لايف والله. لا لا اسمع، الليله الليله احمد تيجيك الليله تقصه. طبعا على قصه حياتي، ما حياتي دي قبل كم يوم مر بي موقف طريف. واحد من ناس الحله من الشباب لاقاني، قال لي انت ناس الدعم السريع ده هرشوك، بقيت ما قادر تتكلم، وانت وانت وانا ساكت قاعد عايل له، لانه عارف انه النهايه قريبه. فزقت في نهايه الكلام قلت له يا اخي انا ما عندي مشكله. كويس، خليكم معي لحظه يا شباب. فالقصة دي قال لي يا احمد الضي يا اخي دايرين انك تعمل لنا اسم شنو؟ قال لي يا اخي تخوف الناس حميتي، اعمل لنا لايف سريع الناس حميتي وهاجموا لنا زي ما كنت بتهاجموا. قلت له تمام ما في مشكلة، انا هفتح اللايف الان وهقول معلومات مهمة بعد قليل او الان لعبد الرحيم دقله ولمحمد حمدان دقله ويبصها الاخ فلان الفلاني اللي هو، وقلت له بمد لك التليفون انت تتكلم في اللايف طوالي. كويس، ف ف ف فرايك شنو؟ قال لي لا لا ما في مشكله. بعد شويه قال لي انت قاصد يعني انا اتكلم؟ قلت له نعم تتكلم انت. قال لي لا ما بجيب لي هوا. قلت له انا بجيب لي هوا طقطقه ولا بجيب لي انت جنيت؟ انت ذاتك ما تركب الخطر زي ما انا بركب الخطر، انت ذاتك ما تستمتع بالامواج العاتيه بتاعت الخطوره دي. ففي النهايه قلت له انت ما جربت انك تكون 14 جلسه الطابق فوق سبع سلالم، ابوك يكون 80 في العمر ومريض بسبعة ثمانية امراض. كويس، ويطلع وينزل ويطلع وينزل ونفسه قايم وبين كل درجه والثانيه اللي يقعد في الواطه. قلت له انت ما جربت الحياه دي ولا جربت نظرته بتاعت الالم لما يلاقيك، ولا ولا عشان كده بتتكلم ساي. الف البر عوام، الف البر عوام. خلاص، وده ما معناه انه الواحد خاف. رايي بقوله كان في حميتي كان في غيره بقوله، لكن انا ما دايرك انت تتكل الا على فلان ولا علان. طيب يا اخواننا، ها نتفق يا اخواننا، انا داير كلام رجال. كويس، الزول اللي بيقدر يقول لي والله احمد الضي ما هو بكون في رقم حساب. كويس، انت تواصل معي انا بكتب لك رقم الحساب. كويس، يتواصلوا في الخاص اللي هو بالرقم اللي انا خطيته ده، شايفه؟ بس يا هدى. طيب يخلينا في موضوعنا الرياضه، ما انتهينا، ما في زول عنده سؤال الان، ما في صح؟ انتهيتوا انتوا ما عندكم معلومه سؤال مثلا رياضي، مش كده؟ سبيشال 1 ومشى روما، ها؟ داري يجوط الوطن، عندي احساس انه غادي ينجح الزول ده هناك، ما اعرف ليه. على اي حال، ها؟ الناس دي يا جماعه زي ما اتفقنا، اول ما اللايف ده انتهى يا اخواننا جاهزين. اي زول بيدفع ان شاء الله 10 جنيه، ان شاء الله 20 جنيه، ان شاء الله 1000 جنيه، ان شاء الله 10000، ان شاء الله 50000، ان شاء الله 1000 دولار، ان شاء الله 100 دولار، ان شاء الله 500 ريال، جاهزين يا جماعه ولا لا؟ شباب جاهزين؟ انا داير الراجل والمره فيكم يقول نعم انا جاهز بكل قوه. داير الشجاعه دي وبالضبط كده بيقول بس ادخل علي في الخاص بالرقم ده يا هو زين المكتوب ده اللي انا مثبته ده. يا ريت الناس تضغط عليه لايك يا جماعه. أنا من مدينة ربك، الله الله الله، من مدينة ربك، وصدقني لقد تألمت كثيرا عندما تم اعتقالك، يوم ينظر يلقى زيك بس يا ربنا يحفظ لك اللود والحب، قصص، قصص شنو؟
كل ما تقول ده ايه يحفظك لك لود والحب قصص حلوة حنين الأبيض وأنا أرجو منك تنري برا. أيوة أوكي ده الرقم مكتوب يا خالد صديق من ربك بالله. يا سلام يا أخي ربك الطيبة بأهلها يا أخي. ها يا سلام يا سلام سلام يا سلام. زي ما قال لعمرك من رزية بفقد مال ولا فرس تموت ولا بعير، ولكن الرزية بفقد رجل يموت بخلقه موت كثير. الدعوة يا جماعة الدعوات الخالصة لنسيب المتوفى يوم 6/5 في أواخر رمضان. دعواتكم ليو اللي هو توفى يعني حقيقة. أنت الآن أشعلت في نشجون والله. لا أشهد له إلا بالخير، ولا أشهد له إلا بالسلامة، ولا أشهد له إلا بالمحبة. ربنا يتقبله. وكانوا الناس الطيبين قاعدين يقبضوا الآن كانوا كده. على أي حال ده الرقم يا جماعة مكتوب. أنا ممكن ما قادر أتكلم، الرقم مكتوب ياهو تحت. أي زول داير يراسل يراسلنا، وشكرا جزيلا.